جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هذه المستمعة: نمت ولم أوتر ولم أستيقظ إلا عند صلاة الفجر، فقمت وصليت صلاة الفجر، ثم بعد ذلك ذهبت لعملي، ثم تذكرت أنني لم أوتر فقمت بقضاء الوتر وذلك بعد صلاة الضحى، هل يعتبر قضائي للوتر في ذلك الوقت صحيحا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، من نام عن صلاة المفروضة فإنه يصليها إذا ذكرها، إذا استيقظ فإنه يصليها في أي وقت، وكذلك لو نسيها فإنه يصليها إذا تذكرها في أي وقت، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما الوتر إذا تركه من الليل فإنه يقضيه في الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى دخول وقت الظهر، كل هذا وقت لقضاء الوتر الذي فاته من الليل فيقضيه، لكن يشفعه. إذا كان يوتر بثلاث فإنه يجعلها أربعا بسلامين، وإن كان يوتر بخمس فإنه يجعلها ستا بثلاث تسليمات وهكذا، وإن كان يوتر بإحدى عشرة فإنه يصلي بالضحى ثنتي عشرة ركعة مثنى مثنى، كل ركعتين بسلام. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته الوتر من الليل. نعم.